اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الدول الغربية بدفع العالم إلى حرب عالمية، وأشار ميدفيديف إلى أن انتصار روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع، وأضاف أنه في حال استرجاع جميع المناطق التي كانت تابعة لأوكرانيا فإن هذا يعد تهديدا لوجود روسيا، الأمر الذي سيدفعها لاستخدام الردع النووي.